ما هو رأي نيافتكم في موضوع ظهور النور من قبر السيد المسيح يوم سبت النور ظهرا حسب التقويم الشرقي؟ يعني تاريخيا يا جماعة حادثة ظهور النور أو خروج نور من قبر المسيح له المجد هذه ثابتة تاريخيا، والحادثة ذكرت عدة مرات في التاريخ. البعض يحتج بأنه راح في عيد القيامة ولم يرى أن هنالك نور خرج أو شيء بهذا القبيل. ومن ثم فمن هنا جاء السؤال، هو في نور بيخرج من قبر المسيح ولا ما فيش نور بيخرج من قبر المسيح؟ أو السؤال بصيغة تانية، هل هذا يحدث في كل سنة أو لا يحدث؟ وعليه عشان نقول بس إجابة تاريخية وموثقة، تاريخيا النور خرج ورؤية مرات كثيرة، نعم هذا لا يمكن إنكاره وهذا موثق تاريخيا. على الصعيد الآخر، هل في كل سنة هذا الاختبار بيتكرر؟ برضو غير صحيح انه في كل سنة بيتكرر. فعشان نبقى عادلين في الإجابة هنقول نعم هنالك ظهور حقيقي في التاريخ لخروج نور من قبر المسيح وهذا وثق تاريخيا، ولكن حتى نكون مدققين ينبغي أن نقول أنه ليس بالضرورة في كل سنة بتحصل معجزة ظهور النور، لكنها حدثت أو بتحصل في مرات متفرقة على مدى التاريخ.